نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء. نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء. بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا. بخت من للنبي في كل حال اختفى، على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا. هم الرجال الأكابر، هم أهم الشرفاء، هم أهل الأسرار، هم أهل النقاء والصفا. يا حادث جع فحالي بالنبي قد صفا. الله 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 الله. محمد رسول الله. نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء. بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا. يا بخت من للنبي في كل حال اختفى. الله 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 الله. لا إله إلا الله. الله 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 وله معجزات كل نبي هي حق وكلهم أمناء. خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لم يشاركه فيها أحد. للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خصائص جسدية وصفات خلقية وخلقية لا يشاركه فيها أحد. نقصد ما كان بجوارحه صلى الله عليه وسلم من أنوار وبركات. مثلا صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه، يسمع من في القبور. ريقه صلى الله عليه وسلم شفاء للأسقام. عرقه صلى الله عليه وسلم عطر من أرقى العطور. على نور وجهه صلى الله عليه وسلم وجدت السيدة عائشة الإبرة التي سقطت منها في الظلام. صوته يبلغ ما لا يبلغه صوت أحد. لم يرى له ظل لأنه نور، لم يكن للذباب يقع عليه أبدا. تنام عينه ولا ينام قلبه. له قوة 40 رجل. رسولنا صلى الله عليه وسلم بشر، نعم بشر، ولكن بشريته خاصة به. له من الخصائص ما ليس لأحد. هذه الجوارح مثل جوارحنا، نعم عيني كعين الحبيب صلى الله عليه وسلم، جسدي كجسد الحبيب صلى الله عليه وسلم، الأذن، الشعر، الصفات في منظرها هي كالحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن مخبرها، هل أذني سمعت ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عيني رأت ما رآه الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الجسد مشي وسار على قدميه كما مشى وسار النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها بشرية خاصة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وله معجزات كل نبي هي حق وكلهم أمناء. نسمات ومعجزات. لا أعلم أحدا من الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام من يقارب أو يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحمته بالبشرية بما فيهم الكفار والأعداء المعاندون في الدارين.
بل حتى الذين آذوه أو حاربوه أو حاولوا قتله واغتياله، فقد جعله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، فقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما جعله رؤوفا رحيما بالمؤمنين فقال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأقتصر على أربعة نماذج لسادات الرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وهم أولو العزم. أما نوح عليه السلام فقد دعا على قومه الذين لم يؤمنوا به بالهلاك، فقال تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله تعالى له دعوته فكان الطوفان، كما أنه عليه السلام سيتبرأ من الخلق جميعا يوم الحشر ويطلب من الناس أن يذهبوا إلى غيره من الأنبياء عليهم السلام ويسأل هو نجاة نفسه فقط. أما النبي المصطفى الكريم عليه وآله الصلاة والسلام فعلى العكس تماما، لم يدعو على أمته بالهلاك التام. وأذكر بعض النماذج، لما خرج عليه الصلاة والسلام من الطائف بعدما فعلوا ما فعلوا من ضرب وإسالة دماء، جاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، وأخبره أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه ملك الجبال وأنه قد أمره أن يطيعه. فتقدم ملك الجبال وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني جبلي مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، والحديث متفق عليه. يوم أحد وقد حصل ما حصل من شج كسر رباعيته وشج جبهته ودخول اسمه ايش من الحلقتين من المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، ومع كل ذلك يعتذر عما فعله كفار قريش به ويعلن مسامحته عليه الصلاة والسلام لهم. ففي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، والحديث متفق عليه. فقد طلب عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى أن يسامحهم ويعفو عنهم عما فعلوا لجهلهم أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قولهم لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك ولا اتبعناك. فلما عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم كثير منهم قبل الفتح. محمد حبيب زين والله زين، له انشق القمر نصفين. وفي يوم الخندق وقد فعلوا ما فعلوا لم يدعوا عليهم عليه الصلاة والسلام بالهلاك، إنما دعا عليهم بالهزيمة والزلزلة، فكان كذلك كما في حديث عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه المتفق عليه. بل يستسقي لهم عليه الصلاة والسلام بعد ما أصابهم القحط وتوسلوا به أن يدعو لهم، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى في قصة مجيء أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي لمضر فإنها قد هلكت، فدعا لهم
فأنزل الله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال فمطروا، وفي رواية البخاري فاستسقى فسقوا، والحديث متفق عليه. لما منع ثمامة ابن أثال رضي الله عنه بعد إسلامه أن يأتي مكة حنطة أو شعير من اليمامة لما علموا أنه قد أسلم، فاستغاثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ثمامة أن يرفع عنهم الحصار فقد هلكوا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة يأمره أن يرفع الحصار عنهم فرفعه، والحديث في أصله متفق عليه. والجملة الأخيرة هذه مما رواه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى بسنده المتصل لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى. لما غدر بعض المشركين يوم الحديبية ودعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن تعشى عيونهم حتى يقبض عليهم، فقبضوا عليهم فلم يقتلهم عليه الصلاة والسلام، وكان عددهم 80 رجلا كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، ونزل قوله سبحانه وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. هؤلاء أرادوا أن يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين، فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام أن تغشى عيونهم فلا يعرفون الطريق، فمسكوهم مسكا فأتي بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعفى عنهم عليه الصلاة والسلام. واكتمل العقد يوم الفتح فقد عفى عنهم جميعا ولم يعاقبهم عليه الصلاة والسلام تلقاء ما ارتكبوا من جرائم. فقال عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولهذا سمى عليه الصلاة والسلام هذا اليوم بيوم المرحمة. وله معجزات كل نبي هي حق وكلهم أمناء. نسمات ومعجزات. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله له الأمثلة كلها. التاجر يجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم تجارته، القائد يجد في رسول الله القيادة، الملك يجد في رسول الله الحكم، القاضي يجد في رسول الله قضاءه، المفتي يجد في رسول الله إفتاءه، المدرس يجد في رسول الله تدريسه وتعليمه. جمع الله سبحانه وتعالى في رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. كانت الأنبياء منها من كان ملكا ومنها من لم يكن كذلك، منها من كان غنيا، منها من كان متفرغا للعبادة، منها من كان متفرغا للعلم، منها من كان متفرغا لنفع الناس والدعوة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه التي لم تكن لأحد أنه جمع الله سبحانه وتعالى له كل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتما للأنبياء، ولم يكن ذلك لنبي من قبله، فقد تفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بختم النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أسماء، بعضهم عدها فصارت 100 وبعضهم عدها فصارت 200، وهذه الأسماء والأوصاف لم تكن لأحد من قبله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين خيري الدنيا والآخرة، ولم يكن لذلك لنبي من قبله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، ولم يكن لذلك لنبي من قبله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم
كان أمة واحدة، وهذه الخصائص التي اختص بها من دون الأنبياء ومن دون الناس، فهو خاتم الأنبياء والأرض مسجد له ونصر بالرعب، فالحمد لله رب العالمين. اللهم صد عنا أعداءنا واكفنا شرهم، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، ويا غياث المستغيثين أغثنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلى. نسيم هبت علينا من حمال المصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء، بشميها يصلح الظاهر لنا والخفا، يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى. الله 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 الله، لا إله إلا الله. نسيم هبت علينا من حمال المصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء، بشميها يصلح الظاهر لنا والخفا، يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى. الله 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 الله.